عمري في حياتي ما شفت حاجة اوسخ من اكلة فسيخ او كرشة لحد ما شفت الكائن ده. كائن لا يفقه شيء عن كرة القدم ومدرب ما عندوش اساسيات كرة القدم ومدرب منتخب مصر. ازاي ما كنتش عنده اساسيات كرة القدم؟ اختيارات غلط، تشكيل غلط، اداء عقيم، مفيش فكر، مفيش تكتيك، مفيش فكرة، مفيش اي حاجة تحت قيادة هذا المدرب. مدرب غريب من كل النواحي. هنتكلم عن كتير قوي في منتخب مصر ومنتخب الولا حاجة زي ما انا مسميه من بدري قوي. منتخب الولا حاجة النهاردة بتعادل على اراضي الجابونية في اداء اقل ما يقال عليه ان هو اداء وسخ. بس طالما الحلقة دي وصلت لك انزل اعمل لايك عشان الحلقة توصل لاكبر عدد من الناس. اول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك حلقات اول باول. يلا بينا نخش نتكلم عن منتخب الولا حاجة. حطيني رقم واحد في القصية. بص انا هقسمها لك قطعة قطعة، كلمك في الاول عن حاجة وفي النص عن حاجة وفي الاخر عن حاجة تالتة. اول حاجة بس خلينا نتكلم عن الاختيارات اصلا من قبل ما يبدأ المعسكر واختياراته في المعسكر بعد ما اللعيبة اتصابت وخرجت واختياراته في تشكيل المباراة. اول حاجة وهي اختياراته قبل المعسكر تماما، اختار اي نعم باك رايت هو اكرم توفيق، حط باك رايت بس ما خدش بدايل اكرم توفيق، جاب لاكرم توفيق باك رايت وجاب بديله باهر المحمدي تحسبا لاكرم توفيق ممكن ما يصابش ويكمل معانا ماتشين سواء ماتش انجولا او ماتش الجابون. ولكن تحصل المفاجأة، تحصل المفاجأة وأكرم توفيق بيتصاب في عظمة الوجه وبتتكسر وبيستبعد من المعسكر. يقوم بقى الفهلاوي بدريولا زي ما قال لك انا بحب بدريولا، نشوف بدريولا عمل ايه بعد ما أكرم اتصاب. قلنا أكرم توفيق خلاص اتصاب، عايزين بكرة احتياطي. انت بالاول ما خدتش محمد هاني، قلنا خلاص طالما اكرم اتصاب هتطلب ان انت تجيب محمد هاني على الاقل يبقى احسن الوحشين. ولكن اللي انت عملته ان انت اكرم توفيق اتصاب وخرج من المعسكر وجبت اخوه احمد توفيق اللي ما بيلعبش اصلا في بيراميدز. احمد توفيق اصلا ما بيلعبش في بيراميدز، فانت جبته من الثلاجه قلت تعالى تلعب في منتخب مصر كباك رايت مركزه. اول حاجه احمد توفيق ما بيلعبش باك رايت اصلا، دي حاجه. الحاجه الثانيه انت داخل معسكر تصفيات كاس العالم هتلعب فيه انجولا والجابون ماتش في مصر وماتش بره مصر مفيش باك رايت صريح. اول مباراه انجولا لعبت باهر محمدي ولعب مباراه من اسوا المباريات لباك رايت مع منتخب مصر. قلت المباراه الثانيه انا هجدد بقى، اقرا باهر محمدي لعب اداء وحش هغير هلعب باحمد توفيق. لماذا احمد توفيق في الباك رايت؟ لماذا عمر جابر ما لعبش باك رايت مثلا وتلعب في نص الملعب او تلعب بصانع العاب؟ لماذا ال 4 3 3؟ لماذا ايمن اشرف باك ليفت؟ لماذا ايمن اشرف باك ليفت؟ يعني بالعقل ايمن اشرف ليه باك ليفت؟ عندك فتوح وعندك عبد الشافي الاثنين كويسين جدا سواء دفاعيا او هجوميا وتروح تلعب ايمن اشرف اللي طول الموسم طول الموسم ايه؟ بقاله 3 سنين بيلعب كقلب دفاع مع النادي الاهلي بتجيبه تلعب باك ليفت؟ اختياراتك غلط، اختيارات غلط. تعال نتكلم في تشكيل المباراه النهارده. انت بدات بال 4 3 3. ليه بال 4 3 3؟ قال لك عشان اقفل الجبهه اليمين اللي ورا محمد صلاح عشان محمد صلاح ما بيرجعش يدافع. طب ال 4 3 3 دي 4 3 3 مش المفروض تلعب بيها بوينج صريح او اثنين وينجات صراحه في ال 4 3 3 عشان تخلي الثلاثي بتاع نص الملعب يبقى يقفل وراهم كويس؟ لا، قال لك انا هلعب ال 4 3 3 هلعب عمر جابر احمد توفيق ورا محمد صلاح عشان يقفلوا الجبهه اللي ورا محمد صلاح وهلعب بقفشه باك وينج ليفت واخلي يغطي من وراهم ايمن اشرف وعمرو سليم. قفشه يلعب وينج ليفت. يعني انت ما بتتفرجش على ماتشات، يعني عايز اسال سؤال لحسام بدري، انت ما بتتفرجش على ماتشات؟ يعني كذا مباراه قفشه لعب مع الاهلي كوينج وكان بيلعب مباريات من اسوء مبارياته. تقوم انت جاي النهارده تلعبه وينج بالعقل. عندك على الدكه زيزو يقدر يلعب المكان ده كويس جدا ما لعبتوش. عندك صلاح محسن بيعرف يلعب كويس جدا في المكان ده ما لعبتوش. عندك مصطفى فتحي يعرف يلعب في المكان ده وما لعبتوش. عندك محمد شريف ممكن تجيب محمد شريف كوينج ليفت وتلعب مصطفى محمد كمهاجم برضه ما لعبتوش. ولعبت بالفهلوه ولعبت بالهاكس وقلت يلا هنزل 4 3 3. لماذا 4 3 3؟ ما اعرفش. وبتلعب بجبهه يمين لا تفقه شيء عن كره القدم، عمر جابر واحمد توفيق. باظت. ولا ده بيعمل حاجه في نص الملعب، ولا ده بيعمل حاجه في باك رايت، ولا اي حاجه. اللاعب نمرة 20 كان واخد احمد توفيق ده غسيل ومكوى. واخد غسيل ومكوى، وعمر جابر في نص الملعب ما بيعملش حاجه، ولا بيقطع، ولا بيستلم، ولا بيسلم، ولا اي حاجه.
ولا اي حاجه. الهويه بتاع منتخب مصر بتروح واحده واحده. كوبر كان عامل لك هويه وكان عامل لك شخصيه، ولكن اجيري جه ودى الشخصيه والهويه دي قال لها شويه، وحسام بدري جه عشان يمحيها. منتخب مصر ما عندوش ولا شخصيه ولا هويه في ارض الملعب. تقدر تسال يعني اسال اي حد، اي حد ايا كان من هو، تقدر تقول له منتخب مصر بيلعب بخطه ايه؟ منتخب مصر هويته هجوميه ولا دفاعيه؟ منتخب مصر عنده شخصيه في ارض الملعب تدي الجابون في ارض الملعب ولا لا؟ هيبقى السؤال، هيبقى الاجابه لا. ولا عندنا شخصيه ولا عندنا هويه ولا عندنا روح ولا عندنا تكتيك ولا عندنا اداء ولا عندنا اي حاجه. ولا عندنا اي حاجه. طب خلاص سيبك من حته الاختيارات بتاعت التشكيل وبتاعت التكتيك وبتاعت الاختيارات بتاعت القايمه والسكور والتشكيل. تعال نتكلم على الجمل التكتيكيه. الجمل التكتيكيه والتكتيك بتاع المدرب. انت كمدرب لمنتخب مصر ازاي ما عندكش اساسيات التدريب؟ دي حاجه عايز افهمها بصراحه. مدرب ال 4 3 3 بتلعبها من غير وينج صريح في الوينج ليفت. من غير وينج صريح بتلعب بال 4 3 3. بتلعب 4 3 3 من غير ولا جمله ولا تكتيك ولا حاجه اصلا. مدربين العالم كله اللي بيلعب 4 3 3 بيعمل ايه؟ بيخلي اللاعب نمره 6 بينزل ما بين قلبين الدفاع عشان يبدا هو الهجمه، ويخلي لاعب نمره 8 اللي هو عمرو السوليه ينزل عشان ياخد منه الكره ويبتدي يبتدي الهجمه ويديها للوينجات او يوزع للوينجات. ولكن انت النهارده بتخلي الفريق مش عارف يعمل ايه؟ كور طويله كور طويله كور طويله كور طويله بس. ده اللي بيعمله منتخب مصر. العب كوره طويله وبس. مش لحد كمان، تلعب كوره طويله كده. كوره طويله فيرسس كوره طويله. بس ولكن عندك فكره انت هتلعب جمله ايه؟ طب خلاص لعبت كوره طويله، عندك مهاجم اللي يطلع وينزل الكوره يمين او ينزل الكوره شمال او يستلم الكوره في الهواء وينزل ويهدي ويلعب الوينجين اليمين او الوينجين الشمال؟ لا، الكوره بتوصلش للمهاجم اصلا. لماذا حسام البدري مكمل مع منتخب مصر؟ لماذا حسام البدري مكمل؟ ده سؤال لازم حد يطلع يجاوب عليه. لماذا حسام البدري مكمل مع منتخب مصر؟ بدأ بتشكيله خلى بتوع محللين اون سبورت هم المكان الوحيد او المكان الاول للتطبيل لمدرب منتخب مصر، يبقاش عارفين الخطه دي اتلعب ازاي او التشكيل ده معمول ليه، يبقى انت كده مش مدرب. مدرب قعد جنبه على الدكه طارق حامد وفتوح وزيزو ومصطفى فتحي ومصطفى محمد وعبد الله السعيد وكل دول قاعدين جنبك على الدكه، وجاي تعمل تغييرات في الدقيقه 76 يا مفتري. اللاعب بتاعك عمر جابر خد انذار في الشوط الاول، فضلت مقعده لحد الدقيقه 70 بالانذار لحد ما اطرد وافتكرت اللي انت اتغير لما خرجت احمد توفيق المصاب برضه ونزلت باير محمدي. مفيش ولا جمله ولا تكتيك ولا اي حاجه. الفكره ان منتخب مصر كان مرعب افريقيا كلها، دلوقتي منتخب مصر بقى بيترعب من افريقيا كلها. مفيش اي حاجه بيعملها حسام البدري. كل اللي انت ده عليكم والكوم كله اللي انت تصعد المونديال، انت مش هتصعد قطر. مش هتصعد قطر، ما تحاولش. ده لو صعدت المجموعات اصلا، لو صعدت المجموعات دي هتقابل فريق قوي، فريق شرس، فريق هيطلعك من نوك اوت المباراه اللي ذهاب وعوده، ولو صعدت هتبقى بتصعد كده بالبركه والفهلوه، زي من النهارده لما اتعادلت بالبركه والفهلوه، لما كوره طايشه طويله اتلعبت نزلها صلاح محسن لمصطفى محمد، مصطفى محمد حطها وجتت ورديت له وحطها بدماغه. اتعادلت. ومنها خدت نقطة بره أرضك. خدت نقطة بره أرضك. بس. هل بقى في جملة في تكتيك؟ طب أنت بتدافع؟ طب أنت بتهاجم؟ طب أنت بتلعب كرة على الأرض؟ طب أنت بتلعب كرة طويلة؟ كوبر مش هقول لك بقى، مش هرجع لك مثلا مع حسن شحاتة، لأن النهاردة كنت بتفرج على ماتشات مصر ضد الكاميرون وضد كوت ديفوار في 2010 و2008 وكنت قاعد بتفرج ومنبهر بالمنتخب ده، جيل مش هيتعوض. مدرب عارف يستخدم الجيل اللي معاه كويس جدا، مدرب عنده اساسيات التدريب. كنت بتفرج على الماتشات وبقول ازاي احنا دلوقتي منتخبنا كده. مش هقارنك بالجيل ده، انت الجيل ده مش هتعرف توصل له، بالمدرب اللي بتدرب بيه ده مش هتوصل للجيل ده، خلاص. طب كوبر، جيل كوبر اللي وصل نهائي افريقيا بعد غياب 7 سنين ما بيوصلش البطوله ووصل نهائي افريقيا، وصل كاس عالم بعد غياب 30 سنه، كوبر اللي كان مخلي لك عندك هويه، انا بلعب كدفاع. بيلعب باداء وحش، كان بيلعب دفاع، بيلعب باداء سيء، ولكن كان عنده فكره، كان عنده هويه، انا هلعب كدفاع والعب على هجمه مرتده.
كان عنده فكره لما بيبقى مدافع يبقى عنده خطه او بلان اللي هو يلعب او يعمل التحول من الدفاع للهجوم. كان عنده فكره من التحول من الدفاع للهجوم. لكن انت مع منتخب مصر انت اول حاجه انت مش عارف تدافع ولا بتهاجم. الحاجه الثانيه انت حتى لو بتدافع ما عندكش فكره ان انت تطلع من ورا لقدام ازاي او تطلع بالكوره او عندك تحول من الدفاع للهجوم. ما عندكش خطه لده. مفيش خطه لده. زي ما قلت لك الهويه والشخصيه بتدوب مع حسام البدري. اتمنى بعد ما اخلص تصوير الفيديو ده الاقي خبر بيقول اقاله حسام البدري من تدريب منتخب مصر بعد الاداء اللي شفناه في تصفيات كاس افريقيا وبعد كده الاداء اللي شفناه في ضد انجولا والنهارده ضد الجابون ضد ليبيا. انت الله اعلم بتعمل ايه ضد ليبيا سواء في مصر او بره مصر. الله اعلم. منتخب مصر سيء. منتخب مصر سيء قوي. لو صعدت المونديال هتبقى من الفرق الفرق اللي ثلاثه بونت بتاعتهم سهله. من الفرق اللي في القرعه يقول لك يا ريت يجيبوا لنا مصر احنا كده هيبقى في ثلاثه بونت سهلين يتاخدوا يساعدونا في الصعود. ده في المونديال اللي انت ممكن ما تصعدوش اللي انت اكيد مش هتصعد له باللي احنا بنشوفه ده. طب سيبك من المونديال كاس افريقيا. كاس افريقيا اللي انت صعدت له اللي انت هتبقى في كاس افريقيا من المنتخبات بتاع افريقيا الثقيله كلها بتتمنى تلعبك عشان تصعد او تتمنى تلعبك عشان تاخد 3 بونت سهلين. واقف مجموعه فيها نيجيريا والسودان وغينيا بيساو وانا بفكرك من هنا اللي احنا نبقى صاعدين على المحك. لو ما صعدناش اول او تاني هتصعد تالت على المحك او هتصعد تالت على المحك مش هتصعد اول ولا تاني اصلا. نيجيريا في اول مباراه ليك هتاخد غسيل ومكوى ويا رب ما نخسرش منها سكور. هتبقى من منتخبات هتتحول من مرعب افريقيا وسبعه كاس افريقيا ومرعب حرفيا اي منتخب افريقيا بيترعب من منتخب مصر من منتخب اي منتخب في افريقيا بيتمنى يلعب مع المنتخب ده عشان ياخد منه 3 بونت او ياخد منه بطاقه الصعود. ده اللي قدرنا نوصل له مع منتخب مصر مع حسام البدري. اتمنى حسام البدري ما يلعبش معانا كاس افريقيا، اتمنى حسام البدري ما يكملش معانا تصفيات كاس العالم. ارحل يا حسام يا بدري. يا ريت يا ريت يا ريت حسام البدري يبقى عنده دم ويمشي، هو ما عندوش دم مش هيمشي. لازم اتحاد الكوره يبقى عنده قرار ويقيل حسام البدري بعد القرف والاداء الوسخ اللي بنتفرج عليه ده. في الاول وفي الاخر ده كرأي شخص واحد، رايي انا في مباراه مصر وجابوه. قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعك، هل حسام البدري هيمشي زي ما كل مصر بتتمنى ولا منتخب مصر هيكمل مع حسام البدري وهنشوف هيعمل ايه الايام اللي جايه. قول لي توقعك في الكومنتس. لو حابب تنزل تعمل لايك، عشان اللايك ده بيوصل اكبر عدد من الناس وبيساعدنا في ظهور الفيديو، فانزل اعمل لايك الشخص اي حاجه. ولو اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تجيلك اول باول. وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، الديسكربشن تحت نشط جدا هناك. انزل روح اعمل فولو واعمل شير على الفيسبوك والتويتر. اتابعوا معاك مصطفى في الحلقه الجايه. سلام.